واحدة بتبقى 3 أرقام وواحدة بتبقى 4 أرقام، وقلنا الرقم الرابع ده بيبقى الأنجل الثانية اللي بتظهر عندي ما بين البليد وما بين الكاتنج إيدج، خلاص؟ ودي بنحطها تاني رقم. أوكي يا دكاترة؟ هو نبت ولا تمام. ماشي؟ بعد كده عرفتوا عيلة التشيزز وعيلة الهاتشت. النهارده هكلمكم عن آخر حاجة موجودة عندنا في الهاند انسترومنت اللي هي الإكسكافيتور. الإكسكافيتور يعني إيه يا دكاترة؟ بالعربي يعني حفار، بنحفر بيه. طيب احنا لو اتكلمنا لو حاجه باور باي هاند كده وعايز احفر في السنه، هل هقدر؟ لو هي ساوند توث ستراكشر هل هقدر؟ مش هقدر، يبقى هي لازم يبقى ديزيز توث ستراكشر او في مشكله عندي عشان اقدر استخدم الاكسكافيتر، انما عشان استخدم اكسكافيتر في ساوند توث ستراكشر دي بتبقى صعبه جدا بالنسبه لي. يبقى اول حاجه الاكسكافيتر او الحفار ده لازم يبقى في كونديشنز معينه اللي اشتغل بيها في التول ستراكشر. اول نوع عندي الهاتشت اكسكافيتر، من اسمه زي الهاتشت اللي احنا خدناها بس بيبقى باي بيبل، بيبقى بيبل من ناحيتين، خلاص؟ يبقى مش هيبقى في منه ايه لا ميزيال ولا ديستال ولا رايت ولا هي انسترومنت واحد اللي رايح جاي ليه، وبتشتغل البوش اند بول موفمنت، خلاص؟ ما هي بيفت من ناحيتين، يعني لو رحت بيها كده هتقطع ولو رجعت بيها تاني هتقطع. السن عندي بيقطع في ناحيتين، خلاص؟ بستخدمها في ايه؟ بستخدمها في الفينشنج اوف اللاين انجلز لما باجي اشتغل جولد فويل ريستوريشن او جولد ريستوريشن. الجولد ريستوريشن او جولد فويل دي حشوه كانت قديمه كنا بنستخدمها، محدش يوعى عليها دلوقتي. كانوا بيعملوها ايام الفراعنه وبعد الفراعنه بشويه، عباره عن ايه؟ كانوا بيجيبوا الجولد ويعملوه في ثين سيكشنز زي ورق الفويل بتاع المطبخ، تمام؟ ويحطوه ويعملوا له ادابتيشن جوه الكافيتي، سواء بقى بيرتشر كوندنسر ان هم بيملوا بيه الكافيتي ويعملوا بيه ادابتيشن جوه الكافيتي. دي حشوه الجولد فويل، دي حاجه يعني هيستوريكال لازم تعرفوها. يبقى الاوردينري هاتشت بيبقى الكاتنج ايدج بتاعتي بارلل لللونج اكسس اوف ذا شاف، خلاص؟ وبتبقى باي بيبل، يبقى مش هيبقى عندي منها غير انسترومنت واحده واقدر استخدمها ان بوش اند بول موفمنت. بعمل بيها ايه؟ بعمل بيها فينشنج لللاين والانجلز والوولز عشان احط الجولد ريستوريشن او جولد فويل ريستوريشن. الهو اكسكافيتور بيختلف عن الهاتشت. الهاتشت كان الكاتنج ايدج بارلل للونج اكسس اوف ذا شيل، هنا لا، هنا شكل مجرفي، خلاص؟ او فاس. هيبقى الكاتنج ايدج عباره عن ايه؟ بيربنديكولر على اللونج اكسس اوف ذا شيل. يبقى الاولانيه الفوق الهاتشت كان بارلل للونج اكسس اوف ذا شيل، هنا بيربنديكولر للونج اكسس اوف ذا شيل. بنستخدمه في ايه برضه؟ بنستخدمه نفس الحكايه الفينشنج اوف الكافيتي وودز اند لاين انجلز، بستخدمه في كلاس 3 وكلاس 5 الجولد ريستوريشن. طبعا الحاجات دي اتدثرت من زمان، ما حدش بقى يستخدمها دلوقتي ولا موجوده في العيادات دلوقتي، بس لازم تعرفها تاريخيا. ده اللي هيبقى موجود معانا من اول هنا السبون اكسكافيتور. سبون اكسكافيتور ده شكله شكل المعلقه، خلاص؟ من اسمه، تمام؟ وكيرفت يا اما ناحيه الرايت يا اما ناحيه الليفت. يبقى انا ما دام هو كيرفت ناحيه واحده يبقى هيبقى عندي لازم يبقى عندي منه ايه؟ اثنين، يعني الكاتنج ايدج بتاعتي يا اما كيرفت ناحيه الرايت يا اما كيرفت ناحيه الليفت. طيب ده لما باجي اقطع بيه بعمل سكوبينج اكشن، كاني ماسك معلقه ايس كريم وبقطع، بطلع ايس كريم، بطلع بولت ايس كريم. طيب ده هيقطع في هارد دنتين، ده يقطع في سوفت دنتين بس، او ديزيز دنتين، لما الدنتين عندي يبقى سوفت. زي برضه نفس لما نتخيلها، انت قاعد في البيت علبه الايس كريم لو هي طالعه من الفريزر حالا مهما تحط فيها المعلقه مش هتطلع معاك شكلها كويس.
سيبها 10 دقايق ربع ساعة تبتدي تهدى شوية، وأنت بتعمل سكوبينج أكشن ده هيطلع معاك السوفت دنتين. أوكي؟ طب لما بشتغل من البريفري توورد ذا سنتر ولا العكس؟ من السنتر توورد ذا بريفري؟ من البريفري توورد ذا سنتر. ليه؟ عشان ايه؟ حد قالها صح يا مين؟ عشان البالك بورد. انا عندي البالك بورد شكلها كده يا دكاتره. لو انا طلعت من السنترال لغايه البريفري انا ممكن اخبط البالك هورن وانا طالع. انما لو نزلت من البريفري توورد ذا سنتر يبقى انا بمشي مع الدايركشن اوف بالك هورن، ما بعملش اكسبوجر. يبقى الدايركشن بالنسبه للسبون اكسكافيشن لما بشيل السوفت كيس من البريفري توورد السنتر، وهو بيبقى كيرف رايت او ليفت. عشان كده بيبقى عندي تو، يعني السات دايما بتبقى تو، واحده رايت واحده ليفت. طبعا بشيل بيها السوفت كيرس كل اللي موجود عندي في الديب دنتين. الادج بتاعتي بتبقى سيركم فرنشيب، بتبقى كلها بتقطع، مش باب الحته، مش ناحيه واحده، لا هي حوالين كل الاند بتاع الانسترومنت هي كلها بتقطع. بعد كده الديسكويد اكسكافيتور، من اسمه يعني ديسك لايك، شكل الديسك، شكل السي دي، تمام؟ بيبقى شكل الديسك برضه نفس الحكايه، عامل زي السبون اكسكافيتور، بيبقى يا اما كيرف توورد رايت او الليفت، يبقى عندي برضه سيت اوف تو. خلاص لما باجي اعمل اكسكافيشن او بشيل الجيرس دي نفس الحكايه، من البريفري توورد السنتر. الكلويد اكسكافيتور او الكلولايت ده بيبقى على شكل المخلب، ده كنا بنستخدمه في ايه؟ في رموف البالب شيمبر لما باجي اشتغل انتو، تمام؟ او بشيل بيه السوفت دين عن طريق البولينج موشن، ان انا بعمله من الانترنال سيرفيس وبشده ناحيتي. خلاص؟ بس دلوقتي ما بقيناش نستخدمه في الحكايه دي لان هو ابتدى يعمل لي مشاكل بالب اكسبوجر كتير جدا. فالاستخدام للكيلويد لو انت جبته عندك في العياده بتستخدمه في الكاربنج اوف الامل، بيطلع لنا شكل احسن من الكاربر اللي احنا بنستخدمه. يبقى انا عندي 5 تايبس اوف اكسكافيتور. اول واحد الهاتشت، وقلنا الهاتشت ده باي بيفل، وبعمل بيه تريمنج للانترنال وودز اند لايت انجلز في الجولد ريستوريشن. وقلنا ما دام هو باي بيفل يبقى هيبقى عندي منه انسترومنت واحد. اوكي؟ بعديها البو اكسكافيتور، قلنا الكاتنج ايدج بيربنديكولر على اللونج اكسس اوف ذا شاف، والبيبل عندي بيبقى وان سايد، يا اما ميزيال يا اما ديستال، تمام؟ وفي ناس كانت فاكراه تشيزلز قبل كده، بس قال لك لا، هو الانجل بتاعته بتاعت البيبل اكتر من 12 ونص، يبقى عمره ما يكون تشيزلز. التشيزل المفروض الانجل تبقى اقل من 12 ونص. بعمل بيه ايه؟ بعمل بيه تريمنج للانترنال لاين انجلز، وفي كلاس 3 و5 تكون ريستوريشن. السبون اكسكافيتور بدايه من هنا ده اللي هيكون عندي في العياده، وقلنا ان هو سلايتلي كيرف توورد ذا رايت او الليفت. عشان كده السيت اوف سبون اكسكافيتور بتبقى عباره عن تو انسترومنتس، بشتغل من البريفري توورد السنتر. خلاص؟ اتس يوز فور ريموفل اوف سوفت دنتين. يجي بعديها الديسكويد ديسك لايك اكسكافيتور، برضه كيرف توورد الرايت او الليفت، بشيل بيه السوفت دنتين. خلاص؟ والبابل بتاعته بتبقى سيركل فرنش. يجي بعد كده الكيلويد او المخلب، تمام؟ ان انا بيبقى على شكل المخلب، وقلنا ان انا بشيل بعمل بيه بلوفنج للبلب، وساعات بشيل بيه السوفت دنتين. لما بشيل بيه ده او ده اكتشفنا ان احنا ممكن نعمل اكسبوجر، فابتدينا نستخدمه في الكار. اوكي؟ دكتور المحاضرة بتضحك؟ ايوه انت اللي هو حاطط ايده على الخد، هو عارف نفسه. المحاضرة بتضحك قوي كده، شايفك مبتسم كده وبتضحك وبتتكلم على جنب. لو سمحت يعني لو مش عاجباك المحاضرة ممكن تمشي. اوكي؟ يبقى احنا
بعد كده الكلويد اكسكافيت. نيجي بقى انا عندي تو تايبس اوف كاتنج، يا اما هاند كاتنج يا اما روتري كاتنج. الهاند كاتنج عرفناها، الروتري كاتنج ان انا من الاسم كده ان الانسترومنتس بتلف، يعني زي اللي انت بتستخدمها في اللاب. طيب نبتدي نعرف الادفانتج دلوقتي اوف هاند كاتنج اوفر الروتري، وبعد ما ناخد الروتري نعرفها تاني. طيب لما يجي انا اقطع بهاند كاتنج انسترومنت، هتقطع لي الديزيز بارت ولا هتقطع لي الديزيز والساوند؟ والساوند كمان؟ يعني الاسهل ان انا اتحكم ان انا ما اقطعش الساوند توث ستراكشر بالروتري ولا بالهاند انسترومنت؟ بالهاند انسترومنت ما اقطعش الساوند توث ستراكشر. طب طالما ما قطعتش في ساوند توث ستراكشر هبقى عملت ايه؟ حافظت على السنه، عملت كونزرفيشن اوف توث ستراكشر. يبقى انا بقطع في ديزيز بارت اوف ذا توث خلاص، وبعمل كونزرفيشن اوف ذا توث ستراكشر. تاني حاجه هنا مفيش فايبريشن، مفيش هيت جنريشن، مفيش فورس ولا بريشر انا بعمله ديورينج الكاتنج، فهتعمل ايه؟ هتبقى بيولوجيكلي اكسبتبل بالنسبه للبلب. ليه؟ لو تفتكروا احنا كانت الهيت جنريشن او الثيرموجينيسيس نتيجه الكاتنج في الهارد توث ستراكشر كانت بتعمل لي مشكله في البلب، فهنا مفيش هيت جنريشن فمش هتعمل لي مشكله مع البلب. تالت حاجه ان انا لما بقطع بهاند انسترومنت هتقطع من الحته اللي هي بنسميها الانتر بريزماتيك سبستنس، اللي هي ما بين الانامل بريزم او الانامل اللزق اللي بيلزق الانامل بريزم بعض في الحته اللي عند اللزق. يعني دائما لما انت تيجي تشتغل لما تعوز تقطع حاجه مظبوطه او بتشتري حاجه زي الرافل مثلا بتلاقي عامل لك نوتشز كده عشان لما تقطع لك حته مظبوطه. خلاص نفس الحكايه الانامل بريزم ما بينها انتر بريزماتيك سبستنس. الانتر بريزماتيك سبستنس دي من السهل ان احنا نقطع عندها وهتقطع لي حاجه مظبوطه. يعني ايه هتقطع لي حاجه مظبوطه؟ يعني هتقطعها ان ذا سيم دايركشن اوف انامل رودز. طب ايه المشكله ان انا لو ما قطعتش ان ذا سيم دايركشن اوف انامل رودز؟ هيحصل ايه؟ ما ممكن ما اقطعش ان ذا سيم دايركشن ما اهتمش بالموضوع. هيحصل اندرماين للانامل. خلاص؟ ليه؟ بدليل ان احنا في البريباريشن بتاعت كلاس 1 كنا بنقول لك الوولز باترال ولينجوال كونفيرج، انما ميزيال وديستال دايفيرج. ليه دايفيرج؟ عشان الدايركشن اوف انامل رودز، ما نعملش اندرمايننج للانامل رودز. طب لو عملت اندرمايننج للانامل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل فراكشر. هيجي العيان يقول لك انا يا دكتور حشيت عندك حشوه امبارح، واول ما روحت اول ما كانت عليها حته من السنه اتكسرت. تمام؟ مش حته من الحشو، هيقول لك حته من السنه اتكسرت. ده بسبب ان انت عملت اندرماينج للانامل، واول لما عض عليها انكسر الانامل هيجي يقول لك ان حته من السنه اتكسرت. خلاص؟ يبقى انا لما بقطع عن الانتر بريزماتيك سبستنس يبقى ما بتعمليش اندرماينج للانامل خالص. يبقى عرفنا ثلاث حاجات: كونزرفيشن اوف توث ستراكشر، بالبلي اكسبتبل او بيولوجيكلي اكسبتبل عشان ما فيش هيت جنريشن، وبتقطع عن الانتر بريزماتيك سبستنس. طيب لو جينا نقطع دلوقتي انا ماسك شاكوش ومسمار وجاي عايز اقطع في الحيطه دي، هتطلع معايا الديزيز بارت. هتطلع الديزيز بارت حته واحده ولا هتطلع حته زي لما افرض فيها بشنيور؟ هتطلع حته واحده. يعني انا مثلا لو افترضنا ان في مويه مثلا وتحتيها ميه ونطره، اول لما اعملها بمسمار وشاكوش هتطلع كلها حته. طب لو مشيت عليها بصنفره كده هتتشال حته حته. فانا لما بقطع بهاند انسترومنت ات ريموفز ا لارج ديزيز بارت ان وان ستروك، يعني خبطه واحده بشيل لارج ديزيز بارت، بدل ما انا قاعد شغال بروتري والروتري ده يفضل يطلع لي هيت جنريشن ويعمل لي اريتيشن للبارت. يبقى انا ممكن بهاند انسترومنت اطلع لارج ديزيز بارت. اوكي؟ يبقى بعد كده لو احنا فكرنا ان انا ما بيحصلهاش روتري وما بيحصلهاش تاكل وبشيل دي، يبقى اللايف سبان بتاعتها اكتر بكتير،
وبتحسن لي الفينشنج والسموثنج اوف ذا وودز. يبقى عرفنا الست ادفانتج اوف هاند انسترومنت اوفر الروتري. اول حاجه انها بيولوجيكلي اكسبتبل من البارت، ما فيش هيت جنريشن، تمام، وبتشيل لارج توث ستراكشر او ديزيز توث ستراكشر ان وان ستروك، بتشيل الانامل عند الانتر بريزماتيك سبستنس فما بتطلعليش اندر ماين انامل فما بتكسرش بعد كده، عندها لونج شيلف لايف، عندها بتطلع لي سموث وفينش وولز، واخر حاجه عمرها ما بتقطع في ساوند توث ستراكشر فبتعمل لي كونزرفيشن للتوث ستراكشر. يبقى حد واقف حاجه في اللي فات؟ الاكسكافيتورز خمس انواع: هاتشت، هو، سبون، ديسكويد، كلويد. اوكي؟ الادفانتج اوف هاند اوفر روتري عرفناهم السيف بوينت. الروتري انسترومنت اي حاجه باورد باي انجن بسميها روتري. خلاص؟ طب في حاجات تانية غير الروتري انسترومنت انا ممكن اقطع بيها؟ في حاجات تانية غير الروتري انسترومنت ممكن اقطع بيها، بيبقى ليها باور سورس مختلف غير الروتري انسترومنت. زي ايه؟ الاير ابريشن والالتراسونيك والليزر اكويبمنتس. الاير ابريشن عباره عن ايه؟ كومبريست اير زي الهواء اللي انت بتنشف بيه السن او بتطير بيه الباودر اللي بيبقى طالع نتيجه الاكريل، خلاص، بس بيبقى اقوى شويه كومبريست اير ده، ومعاه المونيوم اوكسايد بارتكلز. المونيوم اوكسايد بارتكلز صغيره جدا من 20 ل 50 مايكرومتر بحيث انها تخبط في التوث ستراكشر. لما تخبط في التوث ستراكشر هيحصل ايه؟ هتشيل الديزيز بار. يعني زي ما انت تبقى ماشي في عاصفه رمليه او في يعني لما تبقى رياح الخماسيلي اللي بتجيلنا دي وعاصفه تبقى رمليه جامده جدا، ممكن وانت ماشي تتلسع شويه من الرمل، لما الرمله تخبط فيك جامد تتلسع شويه. خلاص؟ نفس الحكايه بالنسبه للتوث ستراكشر. انا بحط المونيوم اوكسايد بارتكلز بحيث انها تخبط في التوث ستراكشر تشيل لي الديزيز بار. طيب الادفانتج بتاعتها ايه؟ نفس الحكايه، هتشيل لي الديزيز بس ومش هتشيل لي الساوند توث ستراكشر. يبقى هتعمل لي كونسرفيشن اوف توث ستراكشر. مفيش، مش محتاج ان لوكال اناتيزيا، لان انا مش هقطع، مش هخش كبير، مش هعمل هيت جنريشن، فمش هحتاج لوكال اناتيزيا، او لو احتاجت هتبقى حاجه بسيطه جدا. مفيش هيت ولا فايبريشن، فكل ده بالبلي او بيولوجيكلي اكسبتبل، البلب بيتقبله. يبقى انا اول حاجه كونزرفتيف ريموفال اوف توث ستراكشر، مينيمال لوكال اناتيزيا، وجنريتس نو هيت ولا فايبريشن، فتبقى بيولوجيكلي اكسبتبل بالنسبه للتوث ستراكشر. الديس ادفانتج اول حاجه بيحصل لوس اوف تاكتايل سنس، انت مش حاسس انت بتقطع في انامل ولا دنتين ولا بتقطع في الجنجبة، انت ده هوا ودست طالعين وانت مش عارف انت بتقطع في ايه بالظبط، على عكس لما تبقى ماسك البير بتبقى عارف انت بتقطع في انامل ولا دنتين، لان الانامل بيبقى مور هاردر ذان الدنتين وبتبقى شايف الكلر عنده. تاني حاجه الكوست، الكوست بتاع الاير ابريشن فيري هارد. اخر حاجه ان هو ما بعد ما بشيل الديزيز بارت بيتبقى عندي الداست بارتكلز، بيتبقى عندي التراب، البارتكلز اوف الومنيوم اوكسايد اللي مغطين التوث ستراكشر. عشان اشيلها بقى دي مشكله لوحدها. يبقى انا جيت شلت الديزيز بارت وحطيت حاجه ثانيه اللي هو الداست بارتكلز. يبقى انا عندي ثلاث مشاكل: الهاي كوست، وان انا لوس اوف تاكتايل سنسيشن، والريموفال اوف داست. بستخدمه امتى؟ اول حاجه الانامولوبلاستي. يعني ايه انامولوبلاستي؟ عمليه تكبيل في الانامل. الانامل اللي عندي، طبعا احنا عندنا كل عمليات تكبيل اسمها بلاستيك سيرجري، انامولوبلاستي يبقى عمليه تكبيل في الانامل. عملت ايه؟ لما بيبقى عندي دي فيشن، خلاص، وانا حاسس ان الفيشن ده هيبقى ريتنتف للفود وهيبتدي يعمل لي كيرس واكيوميليشن اوف بلاك ويعمل لي كيرس، لا، طب انا ممكن اجي اعمل له راونديشن كده، خلاص، بحيث ان هو ما يبقاش ريتنتف للفود، بيبقى عامل زي سحليقه كده، يبقى ما يخشش فيه فود، لما امسك سنان
على طول يتنضف بسهوله يوم ما يحصلليش كيرس. يبقى انا عملت عمليه تجميل في الانامل ان انا اقلل الكيرس اللي ممكن يحصل عندي. تاني حاجه ان انا بشيل الكيرس من البيتس اند فيشر لو انا ابتدى عندي كيرس او بقى ديزيز بار. اخر حاجه ان انا بعمل بيه مايكرو ميكانيكال رافنينج، ان انا بعمل راف سيرفس على الانامل عشان لما اجي بعد كده استخدمه في البوندينج لما تعرفوه مع الكومبوزيت. يبقى استخداماته انامل بلاستي، بشيل الكيرس من البيتس اند فيشر، بعمل رافنينج اوف ذا توث ستراكشر. ده بالنسبه للاير ابريشن. تاني حاجه عندي الالترا سونيك كاتنج. الالترا سونيك كاتنج او الموجات فوق الصوتيه دي عباره عن اوسكريتنج خلاص من 25 كيلو هرتز. بيحصل ايه؟ بتحصل ذبذبات كده، الذبذبات دي بتفضل تخبط في التوث ستراكشر تديني تشيلي الديزيز بار. طيب الفيبس عندي بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى مرشوش عليها ابريسيف او بتبقى ابريسيف من وان سايد بس. ليه من وان سايد بس؟ بتبقى يا اما مرشوش عليها في الناحيه دي يا اما كوتد من الناحيه الثانيه. يعني الابريسيف بتبقى كوتد من وان سايد بس. ليه؟ عشان لو اشتغلت بروكسيمال على سنه ما اعملش انجري للسنه اللي جنبيها، لان هي بتتهز انا مش قادر اتحكم فيها زي الروتري انستون. فالاهتزازات دي عشان ما تخبطش في السنه اللي جنبيها تعمل لها انجري. خلاص؟ زي ما احنا بنشتغل في الروتري وتيجي انت تشتغل كلاس 2 بتبوظ السنه اللي جنبيها، فدي عاملين الباك بتاعها ما بيبقاش كودد بالدايم. ها دي من وان سايد كودد بابريزن والناحيه الثانيه ناعمه. خلاص؟ ليه الناحيه الثانيه ناعمه؟ عشان انا لو بشتغل في البروكسيمال بتاع التوث ستراكشر هيبقى الناحيه الناعمه للسنه الساوند. خلاص؟ عشان ما تعمليش انجري في التوث ستراكشر الادجيسنت توث ستراكشر. تشتغلي بس بالديزيز توث structure. طيب السونيكسس او السونو ابريشن ده تايب من الالترا سونيك عباره عن ايه؟ ان انا كل تيب من دول ليها سايز وكل سايز ليه سايز اوف ستورد ماتيريال. يعني ايه؟ يعني انا سي اشتغلت التيب نمبر 1 اول لما التيب بتاعتي دخلت فول انت توث ستراكشر بقوم شايلها خالص وفي رتيب الستورد ماتيريال نمبر 1 احطها والزقها بس مكانها. خلاص هي دخلت كانها زي مكعبات كده، فضيت لها المكان وقمت حاطط الكيوب بتاعتي ولزقتها وخلاص وانتهى. تمام؟ يبقى انا عندي بيبقى الريستورتي ماتيريال بتاعتي جاهزه، وبرده ات جاتس ان ذا ديزيز بارت اوف توث ستراكشر وما بتطلعش ساوند توث ستراكشر. الليزر تكنولوجي اللي عندنا دلوقتي يا اما بالكربون دايوكسيد صوتية اهتزازات. لا بتتهز. هز فايبريشن. تمام؟ الفايبريشن كتير يبتدي يكسر لك أي حاجة. أوكي؟ نيجي نتكلم بعد كده على الليزر تكنولوجي. الليزر تكنولوجي قلنا يا إما كربون دايوكسيد يا إما نادياك. خلاص دول اللي إحنا بنستخدمه. مشكلة الليزر أو الليزر بيشتغل إزاي؟ ثيرمو ميكانيكال أبليجن أو إكسبلوجن. يعني ايه؟ بيعمل انفجارات كده. تلاقي دايما اللي بيشتغل بالليزر بيلايت كده بيسلطه على حته ويدي زي فلاش 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 فلاش. خلاص بيعمل انفجارات في التوث ستراكشر. بس اكتشفوا ان هو ما بيقطعش في الساوند توث ستراكشر ومش افيشنت اساسا في الكاتنج في التوث ستراكشر. طب امال انا بستخدمه ايه؟ بستخدمه في حالات السوفت تيشو. يعني لو هعمل جنجفيكتومي، لو هعمل كراون لينترينج، هشيل شويه من الجنجفا، يعني في حته او بيربلم عايز اشيله بستخدم فيه الليزر. انما ان انا اقطع بيه هارد توث ستراكشر او لارج توث ستراكشر، لا ما ينفعش معايا الليزر خالص. يبقى انا عرفت الاير ابريجن وعرفنا الالتراسونيك وعرفنا الليزر. هنرجع تاني للروتري انسترومنت. الروتري انسترومنت هتفرق معايا في ايه؟ تبقى يا اما هاند بيس بتتكون من هاند بيس وبتتكون من كاتنج بوينتس. كل الحاجات دي انت شفتها. الهاند بيس بتبقى يا اما ستريت يا اما انجل.
الستريت يا يعني بتستخدمها يا يعني اما في البروتيسز ولما بتيجي تشتغل بروتيسز شغل لطم، او لما تيجي تشتغل بتفلع ترس عقل خلاص وعايز تخش تشيل بول من جوه الكونترا انجل مش واصله وتخش بالستريت كده كانها زي القلم كده. اوكي؟ لما عاوز اشيل بيها بول في الاكستراكشن اوف ويزدم 2 دي الستريت. الانجل بستخدمها في كل حاجه في البريبريشن في الجراوند في الكابيتال بريبريشن اوف اوبريتيف بستخدمها في كل حاجه. الكاتنج بوينتس تبقى يا بيرز يا ستونز. ايه الفرق؟ عندي فرق ما بين البيرز والستونز. ايه الفرق؟ البيرز يا دكاتره بتبقى عباره عن بليدز شفرات، انما الستونز لا، الستونز بتبقى ابريسيف بتبقى دايموند بوينتس كده مرشوشه على ستيك. ليه؟ عشان تعمل صنفره ابريسيف. الهاند بيس طبعا بيبقى عندي يا اما الكتريك موتور زي اللي انتوا استخدمتوه او بتستخدموه، وعندي الاير موتور اللي بنركبه على اليونت عندنا. الالكتريك موتور طبعا بيطلع سبيد دلوقتي وصلت ل 60,000 ار بي ام، انما الاير موتور ممكن يوصل لي ل 20,000 بس ار بي ام او ريفوليوشن بير مينيت. الهاي سبيد بقى اللي هي بتستخدم الاير المفروض ان هو بيخش لها، الاير ده المفروض ان هو بيمشي في تيوبس، التيوبس دي بتوصل لتوربين تخلي التوربين دي تلف وتخلي البير تلف معاها. تمام؟ الهاي سبيد بتبقى فوق ال 150 ريفوليوشن بير مينيت، بتقلل لي البريشر، بتقلل لي التون، بتقلل لي الفايبريشن. ابتدوا يعملوا تطورات شويه في الكونترا عشان كان بتحصل لنا مشاكل اثناء القطع جوه الاورال كابيت. الادفانسمنت الكونترا انجل هاند بيس اول حاجه ابتدوا يصغروا الهيب دي بقت سمولر ان سايز. دي سمولر ان سايز بتساعد لما تيجي تشتغل لور 7 او ابر 7 تقول للعيان افتح على الاخر وتلاقي كونترا برضه مش داخل. ليه؟ لان كانت لارج هيب. الكلام ده كان حقيقي فعلا، يعني انتوا يمكن عشان ما شفتوهوش كنتوا متخيلين، انما كان زمان الكونترا الهيد بتاعتها كبيره. تيجي تشتغل تقول له افتح بقك على قد يقول لك لا دي اخر حاجه عندي، تيجي تدخل الكونترا ما توصلش لا للور 7 ولا للابر 7. فابتدوا يصغروا السايز اوف ذا هيد، تمام، عشان بيتر فيزيبيليتي. تاني حاجه ان احنا كان عندنا مشكله في الهيت جنريشن او الثيرموجينيس، وخدته ازاي نقضي عليها؟ ان انا يكون عندي بروبر كولنت. طب ايه شروط البروبر كولنت؟ كانت ايه؟ مالتي دايركشن وكوبيوس اماونت وسيم تمبريتشر اوف ذا بادي، سيم بادي تمبريتشر خلاص؟ وكانت الاير ووتر سبراي. يبقى احنا بنستخدم الاير ووتر سبراي تمام از كولنت، وفي نفس الوقت وهو شغال كولنت بيغسل لي الكافيتي فبتشوف احسن واحسن. اخر حاجه ان الهاند بيسز دلوقتي بقوا يعملوا فيها فايبرو اوبتيك لايت. لما انا اجي اشتغل الاقي الهاند بيس بتنور لي على الكافيتي او على السنه اللي انا شغال فيها، فبتزود لي الفيجن لان انا ببتدي اشوف نور قوي بنور اكتر في التوت ستراكشر. لان ساعات حتى باللايت اليونت اللايت اللي انا شغال فيه، لو انا شغال في لور 7 ممكن انا ايدي تيجي قدام اللايت ما بقاش شايف كويس جوه بق العيان، فدي بتطلع لي فايبر اوبتيك لايت فبتزود لي الفيجن في التوت ستراكشر. الروتري سبيد عندي يا اما لو سبيد او ميديوم سبيد او هاي سبيد. لو سبيد اللي انتوا بتشتغلوا بيه دلوقتي اللي هو ليس ذان 12,000 ار بي ام اللي بنشتغل بيه على السنان الاكريل. الميديوم ده خلاص انتهى يعني ما بقاش موجود. الهاي سبيد اللي هو above 2000 ريفوليوشن بير مينت. بعمل ايه باللو سبيد؟ اول حاجه كليننج ذا تيث. بستخدم بعد ما بخلص كليننج للعيان بحط حاجه اسمها بولشنج براش. البولشنج براش دي بعمل بيها بولشنج او كليننج تو ذا تيث. تاني حاجه كيرس اكس
اكسكافيشن ان انا لو عندي ديب كيرز ببتدي اشيله باللو سبيد دي براوند كبيره لو سبيد. اخر حاجه بعمل بيها فينيشنج اند بولشنج فور ذا ريستوريشن، ان انا بعد ما بخلص الريستوريشن ببتدي اعمل فينيشنج اند بولشنج باللو سبيد. طيب الهاي سبيد بستخدمها في ايه؟ اول حاجه ريموفل اوف التوث ستراكشر او التوث بريباريشن، ان انا بعمل الكافيتي بتاعتي او ان انا بجهزها للكراون او اللاين انجلز اللي انا عايز اعمله. تاني حاجه ان انا بشيل بيها اول ريستوريشن، لو عيان جاي بيشتكيني من حشوه قديمه ببتدي اشيلها بهاي سبيد لانها مش هتتشال لا باكسكافيتور ولا بلو سبيد، يبقى بشيلها بالهاي سبيد. يبقى الروتري سبيد عندي يا اما لو سبيد يا اما هاي سبيد. اللو سبيد بتعمل ايه؟ كليننج ذا تيت فينيشنج اند بولشنج ريموفال اوف الكيرس ان ديب كافيتي. تالت حاجة، تاني حاجة الهاي سبيد بتعمل لي توث بريباريشن وبتعمل لي ريموفال اوف اولد ريستوريشن. الادفانتج اوف هاي سبيد عبارة عن ايه يا دكاترة؟ أول حاجة إنها بتشيل التوث ستراكشر فاستر، وإن أنا ما بعملش بريشر فما بعملش تي جنريشن، ما بعملش أنوينج للبيشنت. خلاص؟ يبقى أنا الهاي سبيد بتساعدني انها تشيل لارج توث ستراكشر خلاص من غير بريشر من غير ليد جنريشن من غير انوينج للبيشنت. وطالما ما فيش انوينج للبيشنت يبقى البيشنت هيبقى مرتاح نفسيا تحت ايدك، هيبقى لس ابريهنسيف او مش هيبقى خايف. خلاص؟ طبعا ان انا بعمل بيتر كنترول لان في ميه عشان في بيتر فيجن بقدر اشوف الدايركشن اوف كاتنج بالنسبه لي. اخر حاجة ان انا بقدر اعمل كذا سنة in the same arch او in the same side. يعني انا لو عندي lower left في تلات اربع سنان يبقى ممكن اعمل التلات اربع سنان اخلصهم in the same visit. يبقى tooth removal faster و better control and operation اللي ال patient less apprehensive، واخر حاجة several teeth preparation. الكاتنج بوينتس بقى اللي احنا بنتكلم عنها ان هي البيرز والستونز. شروط البيرز والستونز اللي هي دكاتره عشان اقطع في حاجه لازم اجيب حاجه انشف منها، يعني البيرز والستونز دي لازم يكون عندها هاردنس هاير ذان ذا توث ستراكشر هاردنس. خلاص الهاردنس بتاعها لازم يكون اعلى من الهاردنس بتاع التوث ستراكشر. طيب هتختلف البيرز عن ستونز؟ هتختلف البيرز عن ستونز. قلنا البيرز عباره عن كاتنج بليدز او شفرات. تمام؟ هنا لا الستونز بتبقى زي دايموند ستونز خلاص مرشوشه على ستيك كده بتعمل لي صنفره او ابريز. طيب لما نيجي نبص مين اللي هيقطع احسن في الدين او الانامل؟ لو جينا بصينا بالنسبه للستونز. الستونز لما اجي اصنفر بيها حاجه ناعمه هتصنفر ولا مش هتصنفر؟ هتصنفر خلاص؟ طيب لان الانامل فيري هارد وسموث وبريدل فانا الاحسن لي ان انا اشتغل بستونز هتقطع لي احسن. ما بستخدمش البيرز للشفرات، الشفرات دي ممكن تعمل لي كراكس في الانامل هتقطع نتيجه الخبط هتقطع بس هتعمل لي كراكس في بقيه الانامل فممكن تاثر لي على الاستراكشر بتاع الانامل بعد كده. انما البليدز، البليدز انا عندي حاجه دكتايل طريه شويه الدنتين فانا احسن ان انا اقطعها بسكينه ولا اجيب حاجه تصنفرها؟ اقطعها بسكينه خلاص يبقى هقطع حاجه فيها بليدز. يبقى البيرز الكاتنج افشنسي بتاعها اعلى في الدنتين واحسن في الدنتين، انما الابريسز الكاتنج افشنسي احسن في الانامل. البيرز ممكن تعمل لي كراكس وتعمل لي فراكشر في الانامل، انما الستونز او الابريسز لا ما بتعمليش الحاجات دي في الانامل. الكاتنج بوينتس عباره عن ايه؟ ذا سمولست يونت اند وان اكشوال ريموفل اوف توث ستراكشر، وقلنا عندي بيرز يا اما والستونز دي يا دكاتره هتعرفوا بعد كده الكالر كودد
كل كود ده لحاجه معينه في الخشونه بتاعتها. يعني الاصفر دي بتبقى انعم حاجه، بعديها الاحمر اكشن شويه، الدول لغايه الاخضر بستخدمهم في الفينشنج اوف الكومبوزيت، الازرق هي اللي بستخدمها في الريدكشن اوف دود استراكشر، دي اللي بتستخدموها في الفيكسد وانتم بتعملوا بريباريشن للجراوند. ده شكل الاستونيا دكاتره، شكل الدايموند اللي مرشوشه على الستيك عندي خلاص بتديني شكل البير الستون او الابريز. البير بارتس عباره عن ايه؟ زي الهاند انستمنت مع اختلافات ان الشانك عندي شانك ونك وكاتنج ايدج او الهيد او البليد. خلاص؟ الشانك دي عباره عن ايه؟ الشانك دي البارت that used for friction او holding in the hand piece. يعني البارت اللي بدخله في الهاند بيس ده بسميه شانك. طيب الهيد او الكاتنج ايدج دي اللي بستخدمها الكاتنج، النك كونكشن ما بين الشانك والهيد او الكاتنج ايدج. يبقى انا عندي شانك هيد نك، دي النك هي الكونكشن، الشانك اللي بستخدمها في الجريب او جوه الكونترا اللي انا بستخدمها. نفس الحكايه النك بتعمل ايه؟ ده شاف كونكت ذا هيد اوف ذا بيرز وذ ذا نك، واخر حاجه الهيد ذا بارت اوف بيرز ذات داز كاتنج. البيرز كلاسيفيكيشن بتاعتها يا اما اكوردنج تو مود خلاص اوف كونكشن، يا اما بتبقى ليج تايب زي اللي بتستخدموها في اللو سبيد، بتيجي في الاخر كده بتلاقيها فيها شفه او ليج تايب عشان تمسك في اللو سبيد. الهاي سبيد لا، بتبقى كلها سموث وبتخش تمسك عن طريق الفريكشن جريب. يعني لما بتدوس على الكونترا بتفتح لها، بتدخل البير، تقفل عليها بطريقه الفريكشن جريب، ما تطلعش منها البير. يا اما اللي بستخدمها فور ستريت هاند بيس، انت عارف ان البيرز بتاعت الستريت هاند بيس بتبقى مور لونجر ذان ذيس بيرز، يبقى انا بيبقى عندي ليج تايب او سموث بتاعت الفريكشن جريب او فور ستريت هاند بيس. الكومبوزيشن اوف بير بيبقى تنجستن كاربايت او كربون ستيل. الأحسن عندنا إيه؟ إحنا البداية عندنا كانت الكربون ستيل. خلاص؟ اكتشفوا إن الكربون ستيل ده الهاردنس بتاعه قليل، فبيعمل لي مشكلة وأنا لما باجي أقطع التول ستراكشر ما بيقطعش بسهولة. تاني حاجة الميلتنج بوينت بتاعته قليلة، أقل من الميلتنج بوينت بتاعت الاحتكاك مع التول ستراكشر، يعني ممكن وأنا بقطع بيه ألاقيه ساح شوية أو اتبرد بسرعة. آخر حاجة ان انا لازم استخدمه فلو سبيد عشان هاي سبيد هيعمل لي هيت جنريشن عاليه، فهنوصل لمرحله ان الميلتنج بوينت بتاعته قليله هيبتدي يبوظ معايا او يحصل له ديفورميشن. فابتدينا نعمل شيفت على الترجستن كاربايت. الترجستن كاربايت هو اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، اللي هو بيبقى عنده هاي هاردنس وجريت ستريت ات هاي تمبريتشر، وفي نفس الوقت بيقطع في الانامل والدكتين ات هاي سبيد. ممكن يبقى عندي ثلاث حاجات يا دكاتره، ممكن يبقى عندي ممكن تبقى عندي الهيد بس هي اللي كاربايت وبقيه البير ستيل، وده اللي احنا بنستخدمه لان الكاربايت غالي جدا. بس دي مشكله عندنا، الاحسن ان انا تكون عندي الهيد والنك هما اللي كاربايت. ليه؟ لأن الستيل عندي الهاردنس بتاعته قليلة، فلما الهاردنس بتاعته قليلة ممكن لو حصل فيه ديفورميشن يديني شوية، يديني من عند الكاتنج ايدج، يبقى أنا مش هشوف، ممكن ما أشوفهاش تانية بعينيا، خلاص يبقى تبقى متنية شوية من عند الكاتنج ايدج، لما تخش جوه التوت ستراكشر تبتدي تقطع المالتي دايركشن، أنا مش كنترولينج الموضوع. تمام؟ فدي بتعمل لي مشكلة. انما لما تكون كاربايت كلها النك والكاتنج ايدج هيحصل ايه؟ الهاردنس بتاعتي عاليه، يبقى حاجه من الاثنين، يا هتتكسر يا مش هتتكسر، مش هتتكسر.
فانا عندي يا اما هشتغل بيها مظبوط يا اما مش هتتبني مني او هتتكسر على طول بوز. فانا الاحسن ان انا بتلاقي هتروح تلاقي بيرز غاليه، هتلاقي جزء الهيد والنك دول لون وبقيه البير بتبقى ستيل لون تاني. هتلاقي دي جراي بيلمع ودي جراي مطفي خلاص. وفي جزء تاني ان انا بلاقي الهيد بس هي الكاربايت، ودي اللي احنا بنستخدمها كلنا في العيادات وكل حاجه عشان بتبقى ارخص. طيب according to shape بقى، يبقى احنا عرفنا according to material و according to mode of attachment اللي هي ليتش تايب وفريكشن جريب وكونستريت، وعرفنا according to material يا اما كاربايت يا اما ستانلس ستيل. طيب نيجي according to shape، احنا اللي عرفناه لغايه دلوقتي عرفنا ثلاث انواع. ايه ثلاث انواع؟ راوند انفرتد فيشن. الراوند بير عباره عن ايه؟ روز هيد او كوره خلاص موجوده at the end of the verse وفيها الكاتنج بليدز. دايما البير لما بتبقى كاتنج عدد الفلوتس اللي فيها او الشفرات بيبقى من 6 ل 8، فوق ال 12 او فوق من يعني من 8 ل 12 فيما فوق ده بتبقى فينشنج، عشان السبيس ما بينهم بتبقى قليله قوي فبتبتدي تعمل فينشنج ما بتقطعش. تمام؟ احنا عندي النمبر اوف فلوتس هنا من 6 ل 8. بستخدمها في ايه راوند بير؟ اول حاجه كنا بنقولها ان انا عندي الانامل از ذا هارد ستيشن ان ذا بادي. طب ميزه ان هو ذا هارد ستيشن ان ذا بادي ان انا لما اجي اعمل فيه جيننج اكس او لما اعمل فيه هول هيبقى صعب جدا. زي انت النهارده عايز تعمل هول في الرخام ده بالشنيور او في السيراميك، هتعمل ايه؟ هل هتيجي بالشنيور وتمشي عليه؟ عمر ما هيحصل له بنتريشن. ليه؟ هتلاقي الشنيور فين منك كده على السيرفس، او نفس الحكايه على السيراميك. ليه؟ لان هو الهاردنس بتاعته عاليه وما عنديش بوينت اوف بنتريشن. امال ازاي الناس بتشوف الناس بتخرم بقى في السيراميك وبتاع؟ هتلاقي الراجل قبل ما بيخرم بيجيب شاكوش ومسمار ويعمل ايدنتيشن صغيره كده، زي يعمل علامه كده وهي دي اللي يخش فيها بالشنيور، هي دي اللي عمل بيها جيننج اكسس، هي دي البوينت اوف انتري بتاعتي، عمل بيها جيننج اكسس. نفس الحكايه الراوند بير مع الانامل، لازم اعمل بيها جيننج اكسس. لو حبيت اشتغل بانفيرتد او فيشر على طول، لو هي ما فيهاش كيرس عمرك ما هتعرف تعمل بنتريشن للانامل. لو الانامل ده ساوند وحبيت تشتغل بانفرتد كبيره وعايز تعمل بنتريشن للانامل يعني هيحصل، بس بعد فتره من الوقت، بعد مثلا 20 30 سنه. انما راوند بير هعمل بيها بنتريشن على طول. طيب عشان اعمل بنتريشن بستخدم راوند بير كبيره ولا صغيره؟ هستخدم اصغر حاجه. ليه يا دكاتره؟ عشان ايه؟ بالظبط. دلوقتي البريشر ايكوالز ايه يا دكاتره؟ فورس اوفر ايريا. طيب انا الفورس واحده لانها ايدك، لو ما جبتش ايد حد تاني يشتغل بيها، طب انا سكرت الاريا تمام؟ يبقى الفورس على اريا صغيره هتديك بريشر ايه؟ اعلى عالي ولا واطي؟ هتديني بريشر عالي، فهتضطر تخش هتعمل بنتريشن اكتر. طيب لو العكس بقى، لو انا بعمل فيها اكسكافيشن اوف الكيرس في ديب كيرس، هستخدم راوند كبيره ولا صغيره؟ كبيره. لما استخدم راوند كبيره هي نفس الفورس بس اتوزعت على اريا اكبر، يبقى البريشر عندي هيبقى اقل. ليه البريشر هيبقى اقل؟ عشان ما اعملش اكسبوجر للفالف، عشان ما يحصلش ضغط او دفع جوه الفالف. يبقى انا الفورس بتاعتي بوزعها على اريا كبيره عشان ما اخشش جوه البالب، انما لو جيت وعايز اخش جوه البالب براوند بير صغيره هقوم داخل جوه البالب على طول. اوكي يا دكاتره؟ يبقى انا وانا بعمل جيننج اكسس بستخدم راوند بير صغيره، وانا بشيل الجيرس بستخدم راوند بير كبير. طب بعمل ايه تاني بالراوند بير؟ ممكن اعمل بيها ريتنتيف جروف، سواء بقى كانت جنجبل او انسايزر او على الاكسيال وولز دي او الفرونكسيمال وولز،
ممكن اعمل بيها الريدكتيف بروف. تاني حاجه عندي الانفيرتد كود اللي هي بتستخدمها فور اللاترال اكستنشن او ان انا بعمل بيها الشيب اوف ذا كافيتي. الانفيرتد كود عباره عن ايه؟ شكل قمع مقلوب. القمع ده بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي اكستنشن اوف الكافيتي بريباريشن، وتاني حاجه بيسوي لي الفلو. طيب الراوند بيت تعتبر اند كاتنج، انما الانفيرتد والفيشر لاترال كاتنج، لان الراوند بيت بخش بيها كده اند بقطع بالتيب بتاعتي، انما الانفيرتد والفيشر بمشي بالسيرفس لاترال كاتنج بقطع بيهم لاترال. اوكي؟ نفس الحكايه النمبر اوف فلوتس هنا او البليدز ما يزيدش عن 8. طيب الفيشر بير، الفيشر بير بنعتبرها فينيشنج بقى. فينيشنج بير بعمل بيها فينيشنج للوولز واللاين انجلز. بشيل بيها اي شارب لاين انجلز وبعمل سويبنج كيرف بتاعتي وبعمل سموثنج للوولز، فهي فينيشنج. يبقى النمبر اوف فلوتس هنا هيزيد عن 12. شكلها ايه؟ بيبقى عندي ليها شكلين، شكل يا اما سلندريكال ده اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، وفي شكل تاني اللي هو تيبرد فيشر اللي هي بتبقى رفيعه من عند التب وتخينه من عند النك. ليه؟ عشان تطلع لي الوولز دايفرج عشان استخدمها في الاندايركت ريستوريشن. يعني عشان بدل ما كنا بنعمل الوولز كونفرج كده هنعملها في الاندايركت ريستوريشن، هتعرفوا ان احنا هنعملها دايفرج. ليه طيب؟ تفتكروا ليه بنعملها دايفرج؟ ليه بنعملها دايفرج؟ ليه ما بنعملهاش كونفرج؟ حد يرفع ايده ويقول يا دكاتره؟ بالظبط، عشان الحشوه لما تدخل تلاقي لها باتو انسيرشن تقدر تخش جوه الدود استراكشر. لو من فوق ضاقت شويه او عملت سلايتلي كونفرجنسي المفروض ان الحشوه البيز بتاعها عريض زي السن، اجي ادخلها من فوق مش هتخش. انما لما الوودز تبقى دايفرج الحشو هيبقى ليها باتو انسيرشن هنقدر ندخلها. فبنقدر نعمل الدايفرجنس اوف وول دي بالتيبل فيشر بتاعتي. قلنا ان الراوند بير موست افيشنت كاتنج بير اند كاتنج بير بستخدمها في الجيمنج اكسس، انما الانفيرتد بنستخدمها فور لاترال كاتنج. صوت يا دكاتره. الفيشنج بير يا دكاتره اخر حاجه ان البليت بتاعتي بتبقى شورتر وكلوزر وبيبقى عددها اكتر من 12 عشان تعمل لي فينشنج، ما بتعمليش ديب كاتنج، بتعمل لي فينشنج، بتعمل لي سيرفس بس كاتنج، ما بتقطعليش جامد في جسم السن. يبقى انا عندي الفينشنج بير البيت بتاعتها بتزيد وفي نفس الوقت ما بتبقاش ديب عشان ما تعملش هيري كاتنج ان ذا توث ستراكشر. حد عنده سؤال؟ طب تفتكر المحاضره كده؟ حد مش عايز حد يتكلم يا دكاتره ليه؟ يتسال بس اللي يرد. حد يعرف انواع الاكسكافيتورز؟ من غير ما نالف الكتاب تفتكر اللي فاكر واحد هاتشت وسكون وديسكويت وفلو اكسكافيتور تمام؟ طيب الادفانتج اوف هاند انسترومنت اوفر روتري. حد يرفع ايده يا دكاتره ونرد. اقول less vibration هتبقى biologically acceptable، less vibration و less degeneration. conservation بنقطع قليل في التوث structure. الكاتنج عند انتربريزماتيك سبستنس فمش هتطلع لي اندر ماي انام. ريموف ذا ديزيز اونلي اللي هي كونفرفيشن، وبنشيل لارج بارت ان وان ستروك وانها تعمل سموثنج وفينشنج للوورد. قلنا بعد كده ان انا عندي تايب اوف كاتنج انسترومنت الالتراسونيك الليزر الاير ابريشن، وعرفنا كل واحده اعتبارها ايه، وعرفنا الهاي سبيد. سوري دقيقه هخلص دقيقه هخلص.
عرفنا ان انا عندي الروتري انستمنت عندي هاي سبيد ولو سبيد، وعرفنا التايبس اوف بيرز اكوردنج تو كونكشن بتبقى يا اما الاتش تايب يا اما فريكشن دريف يا اما فور ستريت، وعرفنا اكوردنج تو ماتيريال كارجست كاربايد او كاربون ستيل. خلاص واخر حاجه اكوردنج تو شيب او الكاتنج شيب اللي هي راوند وانفرتد وفيشن. اوكي؟ نشوفكم المحاضره الجايه ان شاء الله.